انت ما عندكش الاستطاعة باش ما عنديش اختي باش نكري، ما عندي اختي حتى ما ناكل. راه كل نهار البكا، حتى ما بقيتش كنشوف بعيني يا اختي، عيني ما بقيتش كنشوف بهم. ما نكذبش عليك اختي، بغيت اختي اللي يعاونني. والناس جات غير من اللور، نقولوا كاع اجنبيين، ولقاو مأوى. علاش انا اللي مغربيه وساكنه في بلادي وما مستافداش، محقوره، حاسه براسي محقوره. كاين شي حاجه، البرد راه تيمشي ويجي، الا كاين شي حاجه، الا كاين اختي شي استفاده وشي معقول ونقدونا. مشاهدين قناة أشواق عتافي، مرحبا بكم. اليوم ودائما في إطار التتبع ديال الحالات الإنسانية والاجتماعية، تنقلنا الكارتي كوبا في مدينة الدار البيضاء عند الأخت ملكة، اللي هي كتعاني من الدار ديالها اللي كانت عند الآيلة للسقوط. ونخليكم هي تعاودينا القصة اون ديتاي. السلام عليكم. أخلي نشوف. أنا الدار عندي آيلة السقوط، وجاو النوب الأولى عاينو وقالوا لينا خصكم ضروري تخرجوا. قلت لي انا ما عندي فين غادي نمشي، هذا ساعدت القيد مع المقدم. قلت لي ما عنديش فين نمشي، خرجي كري. قال لي ولا ما بغيتيش كاع تكري سيري بركي عند خوتك، ولا كاينه غير انا بوحدي، راه كاينه الاخت ديالي عندها 52 في عمرها، وكاين ولدها عنده 24 سنه. يعني انتما شحال من فرد هنايا ساكن في هذا الدار؟ دابا حنا غير ثلاثه. ثلاثة الأفراد. أنت متزوجة؟ لا لا، أنا ما مزوجهاش أختي، خواتاتي الآخرين اللي مزوجين وخارجين. خارجين ما كيسكنوش معاك؟ لا لا. عاودي لنا كيفاش طاحت الدار، بقى شي دار بعد ما حتى واحد ما تقاس فيكم؟ الحمد لله أختي، الحمد لله. ولكن أختي ما نكذبش عليك، الخلعة لدرجة الحلق ديالي نشف بركتي اختي، غنقرقر في المياهات ديك الخلعه. راه اختي راه غير ما حيداتو، كون ما حيداتوش كنت شف اختي الحاله. ما تقدريش اختي تدخلي، ما تقدريش تدخلي. حنا شفنا وعينا التراب الحجر بزاف، ما كاينش السقف كتصب عليكم الشتا، ملي كتصب الشتا عادي؟ لا، النوب الاولى كانت عندنا قطره، يعني دابا كنشوفوا السقف ما كاينش كاع كاريمون. السقف دابا انت كتشوف اختي، شوف اختي الحاله دابا، خفت دابا طيح البلاصه اللي حدا الثلاجه، والثلاجه ما كاينش فين الدار والو. النعاس ما تنشوفوش، انا كنعس كنعس بالدواء ديال الاعصاب، عندي الاعصاب وبهذه الحاله ركبني الاكتئاب. دابا قالوا لكم تخرجوا تخويو وتمشيو تكريو، بين ما لقينا لكم الحل. اياه، انت ما عندكش الاستطاعه باش ما عنديش اختي باش نكري، ما عندي اختي حتى ما ناكل. عاد نكري شكون اختي اللي غادي يخلص لي الكرة؟ قالت لك مؤخرا لقات الاخت ديالي الكرة ب 20000 ريال الشهر، والتصبيق ما نعرف شحال ديال التصبيق،
التطبيق نيت كي غادي ندير؟ ما يمكنش ليا. انت ما خداماش؟ لا اختي ما خداماش اختي، حتى الاخت ديالي ما خداماش، كانت خدامه زمان في ليديك ونقصوهم اختي وبركت. شحال من عام وانتم ساكنين في هذا الدار؟ هنا اختي بزاف. شحال تقريبا؟ 30 35 عام 40 عام؟ تقدر اختي تكون، تقدر تكون 40. انا قلت تقدر تكون 40. حليتي عينك في هذا الدار انت؟ لا انا تزاديت في سبع شوانط اللي تزادت هنايا الاخ ديالي عبد الصادق والاخت ديالي لطيفه، هادو تزادوا هنايا. شحال عندهم من عام؟ ما نكذبش عليك تقريبا واش غنقول لك، تقدر قلت انا 40 او لا قل من 40، يعني ما بين 30 و40 سنه. اليوم شنو كطلبي اختك مليكم؟ اختي بغيت اللي اختي اللي يعاونني، راني اختي عايشه في الخطر، راني اختي عايشه في الخطر. شنو تبغي الرساله توجهها للمسؤولين اللي كيشوفوا كل يوم؟ اش تبغي تقولي اليوم او الناس المحسنين ربما يشوفوا فيك ويعطفوا عليك او يتكرموا؟ الله يجازيهم بخير، الحاله راها ها هي باينه، راه كل نهار البكا، حتى ما بقيتش كنشوف بعيني يا اختي، عيني ما بقيتش كنشوف بهم. ما نكذبش عليك اختي، بغيت اختي اللي يعاونني، الله يجازيهم بخير العائله تاعتي. ما نكذبش عليك، حتى هما كلهم كيتاسفوا، عائله خلجان الله يجازيهم بخير، وخلجان عبد الغني حتى هو اختي الله يكثر خيره، والام ديالته ودار غاندي حتى هما. ما نكذبش عليك اختي، بقينا 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 في الناس بزاف، ولكن ما ليهم جهد، الجهد الى جهد سيد ربي. تماما يا اختي. وما شغلت بغيت تقولي للمسؤولين توضحي لهم شنو المطالب ديالك؟ ينقذوني قبل ما يطيح عليا السقف على راسي، ينقذوني. حيت ما عندكش فين غادي تمشي؟ ما عنديش فين غادي نمشي، ما عندي حتى ما ناكل، عاد نمشي انا نكري كيفاش؟ فين كاينه هادي؟ فين؟ معاونين معايا غير حباب الله، امولا 1000 ريال امولا 2000 ريال. ما نكذبش عليك، ما نقولش لك اختي ما نرضاش، لا نرضى، مولا 400 مولا 600، عايش الحمد لله عايشه مع حباب الله، الله يكثر خيرهم. الجيران ديالك؟ الجيران ديالنا حتى هما، واش غادي نقول لك؟ كاين اللي كيراعي لك، كاين اللي ما تيراعيش لك، حاشا وجهك الدار الى السقوط، وكيلوحوا فيها حشاك الزبل. لا يعقل تمنيات الخناشي اللي حيد واحد السيد الله يجازيه بخير ديال الزبل، هو مسكين خاف حشاك يعود يطلعوا ليه بداك الزبل. قال لك انا ندير هذا الخير، تمنيات الخناشي حشاك ديال الزبل، وطلبناهم قلنا لهم ما باقيش تلوحوا الزبل الله يجازيكم بخير، راه واخا الدار الى السقوط راه حنا باقي ساكنين فيها، باقينا اختي ساكنين فيها. قولي لي اخت مليكة باش كتحسي دابا؟ لان حق السكن كنحس اختي بالحقره، وحق السكن ما عنديش، والناس جات غير من اللور، نقولوا كاع اجنبيين ولقاو ماوى، علاش انا اللي مغربيه وساكنه ساكنه في بلادي وما مستافداش، محقوره، حاسه براسي محقوره، ما كاينش الاهتمام، ما كاين حتى شي حاجه والو. شنو تبغي تقولي رساله للناس اللي بغيتيهم باش يتعاونوا معاك، محسنين او فعلا جمعويين؟ انا بغيت اختي المحسنين الله يعطيهم صحيحتهم، وراه ما غاديش يضيعوا، الله يجازيهم بخير، بغيتهم اختي يعاونوني، راني عايشة في الرعب، ما نكذبش عليك اختي، الخلعة تلقي مني، ما تنعش اختي، ما تنعش، ما تنعش نهائيا.
ولي قلتي لي في الكواليس يلا يومين هادي ولا ما عرفتش شحال هاو طاح عليكم نص ديال السقف الاخر اختي. هذا طاح، هذا هو الثاني في رمضان، هذا طاح هاد الايام الله ينجيك تبعوا هذا. انا كنشوف هادشي خطر اختي، تبعوا اختي غير هاد الايام شتي اختي هاد الشويه هاد الاخر الثالث طاحت على ثلاث المرات. هذا هو الثاني في رمضان، هاد الايام فين كتباتي اخت مالك كتناسي انا؟ ها فين اختي وكنشهد ولكن هنايا ما مغطيش البرد الشتا. ما نكذبش عليك البرد ما نقولش لك اختي. انا اختي لا كاين شي حاجه، البرد راه تيمشي ويجي، الا كاين شي حاجه الا كاين اختي شي استفاده وشي معقول ونقدونا من هاد الحاله اللي حنا فيها. شوفي من الحق ديالك انك تطلبي الاستفاده، لان استفدوا الناس قبل منك كنظن. اي استفدوا وقال لنا قالوا لنا خرجوا حتى تجيكم الاستفاده. ولكن انت المشكله عندك وما عندكش باش غادي تكري تبقاي تسنى، يعني غتغامري بحياتك يوميا كتغامري. اي كنغامر بحياتي حيت ما عنديش اختي باش نكري، ما عندي تمن ناكل تمن ناكل ما عنديش. كنظن الرساله ديال الاخت مليكه واضحه. كنبغي نوجه نداء حتى انا باسمي، الناس اللي باغا تشري الجنه ديالها ممكن تعاون مع هذه السيده، وايضا كنوجه رساله للمسؤولين باش يلقاو لهاد الناس حل، حيت حق السكن اللي حق مشروع وكيكفلوا الدستور لاي مواطن مغربي. كانت معكم مريم فصاحي خلف كاميرا اشرف عوينا، لنا الصوره ولكم التعليق. شكرا على حسن التتبع والى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.